سوف تطلق أريد ثلاث ولايات لتروا ولاية أوبليغاتوار تلمسان بشار إي تيزي أوزو في اليوم الأول لإعطائها الرخصة للجيل الرابع. سوف نطلب من سلطة الضبط إطلاق الولايات الإضافية في أسرع وقت ممكن، نحن جاهزون لإطلاق عدد كبير منها. سوف نغطي 48 ولاية إن شاء الله في السنة الأولى. سوف نغطي لي 40 on va couvrir les 48 wilayas dans les services pour les services 4G. On va couvrir les 48 wilayas dans la première année et un jour. Première année on sera dans les 48 wilayas ان شاء الله. ولاية تلمسان خدمات الجيل الرابع، انها اول اطلاقة لخدمات الجيل الرابع في الجزائر، تطلقها اريد كما وعدنا الجزائريين ان سوف نكون السباقين وسوف نكون البلوز اغريسيف. أتممنا الوعد اليوم. تمت هناك البري لانسمون كوميرسيال، تجارب التقنية لشبكة الشبكة لريزو كوميرسيال بولاية تلمسان، ووصلنا على الفيتيس كي ديباسي 70 ميجا بت بار سكون. اليوم نحن أريد جاهز لإطلاق خدمات الجيل الرابع في ثلاث ولايات، لولاية أوبليغاتوار تلمسان، تيزي أوزو وبشار. لو ريزو إلي بري، نو سون بري، نحن جاهزون لإطلاق الخدمات عندما تعطى لنا الرخصة من قبل سلطة الضبط ومن قبل الوزارة، وزارة الاتصالات.